حركة مفاجئة من الحكومة في ظرف سياسي واجتماعي حساس تتعلق بالتغطية الاجتماعية على الأدوية خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة. 3 وزراء الصحة، العمل والتعليم العالي يجمعون على ضرورة مراجعة آليات التعويض، ففاتورة هذا الأخير تكلف حسب تصريحاتهم 90% من أموال الضمان الاجتماعي ككل، والحل حسبهم الضغط على الأطباء للاقتصاد في الوصفات الطبية. ما توصي به منظومة الصحة العالمية وخاصة في مجال تعويض الأدوية الأساسية، إن التكفل بالأمراض المزمنة ينتج عنه أيضا أعباء مالية معتبرة على منظومة الضمان الاجتماعي. يتم تخصيص حوالي 90% من النفقات للأدوية. إن إصلاح وترقية منظومة الضمان الاجتماعي ما يحتم علينا بذل كل الجهود لضمان توازنات المالية. هذا التوجه الجديد للحكومة دعمته لقاءات مع الشريك الاجتماعي من الأطباء المتخصصين وكذا الوصفين من أجل الوصول إلى تغطية اجتماعية في حدود ما توصي به منظمة الصحة العالمية. يجب أن نولي اهتمام خاص لإيجاد السبل الكفيلة لخفض النفقات، خاصة منها المتعلقة بالأمراض المزمنة والواسعة الانتشار مثل السكري والربو وارتفاع الضغط الدموي التي تستحوذ لوحدها على نسبة مرتفعة ضمن فاتورة الأدوية. تفعيل دور الصيدلي في ترقية استعمال الدواء الجنيس. التشجيع على صياغة البروتوكولات العلاجية التوافقية. إدراج تدابير تحفيزية لاستعمال الدواء الجنيس. إثراء البرامج بواسطة وحدات تعليمية مدمجة يقع وضعها حيز التنفيذ على عاتق اللجان البيداغوجية للتنسيق. تقييس الإطار المرجعي للكفاءات الأساسية للطبيب. إدخال وحدات تعليمية تعني بالاقتصاد الصحي. خطوة مجهولة العواقب تقوم بها الحكومة داخل قطاع أقل ما يمكن وصفه به مريض لوجستيكيا خاصة. فهل يمكن الحل في تفكيك شبكات الفساد الناشطة في الحقل الاستشفائي وقطاع الأدوية أم التخلي عن مبدأ أساسي وتاريخي للدولة؟